المهم ام زهر وزول زول كي يهبط نغمار تحيه النضال لجميع الوجوه والذوات المناضله اللي كاين غدا يحضر النهار. يعني اشد بايديهم على حراره من يوقع النهار الصمود نسن قاغس دمتم للنضال ودم هذا الاخير لكم دمتم صامدين صمودا جبال الريف. يعني ما مشقي من يدور على نارين ذي وجه عوامل التعريه بوب وصلي دكوذ من المنزع أنقي مرنشي نبد دكوذ من مخزرة وليتا يعصونا ذا الغينغ يعصونا ذي تمس حتى التاريخ. إذن وسيك في شوا هذا نغي همش وسيك في شوا يعني هذا نغي الإبعاد الاجتماعي الإقصاء الاجتماعي وإنما يعصونا ذي تمس حتى التاريخ يعصونا ذي ينظر حتى يمزروين. إذن خمين السوارخ أنوال من السوارخ معركة أنوال المقاومة المسلحة المقاومة الريفية الشرسة للاستعمار الإسباني بالخصوص استورخ اثنين حوايج استورخ التاريخ استورخ الذاكرة والنظرة الاستراتيجية للتاريخ يعني تتمحور من تو غيتجن قبر من يتجن دارة من غيزن غزة. يعني لا يمكن لأي شعب شعب لأي أمة أمة التقدم هادكي صورة في غزة الذي درب التنمية الذي درب الوعي الفكري الذي يعني من جميع المستويات إلا هو إخصاص تنطلق زي التاريخ تنطلق زي مزروي حماة السن ما يثيوض وحماة السن من داسي تخصنا تكسى غزة. إذن مرش الشعب مرش الأمة مستلبة التاريخ مطموسة التاريخ يعني لا وجود لأمة طمس تاريخه عشان الشعب وغاز والتاريخ مطموس هو غاسب الوجود. إذا لو مشينا انسجام لك الشعار تحرير الريف معركة حرية ووجود إذا لو رانا عزون الوجود أن غواني تنشيني خصها السن من نعلي عموما في الخطاب الأمازيغي كوميدي بنات المعركة الأساسية اللي سيتعدي في الناس ألا وهي معرفة الذات معرفة الذات بالذات ودنريجي حد الياس حد المغنغيني هامين تاعنا مكنيو لأن ربدا واللي تصني قارغة من تعنام ديري غاصة مع استعمارية شهداء في الكفر خوانا منتصر شهداء في الكفر خوانا منتصر شهداء في الكفر خوانا منتصر واحد 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 شعب الريف واحد 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 شعب الريف واحد 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 شعب الريف واحد الوعي الذات النشر من اجل التنميه الذات النشر باش نقدر شي حد هذه الاساس اللي هامي تاع نفسك قبل ما نسيو شي حاجه في معركه الانوار قبل ما نسيو معركه الانوار الطروحات المخزنية المرة المخزنية فهمش قارني في حياة زوية التنمية يا زوية بالسوق تنميش يا زوم يعني الإحراق الإبعاد الاجتماعي والإقصاء الاجتماعي اللي نتعيش ومرحبا داري البعاد ربعاني ولنداني من بين ساكنة أنوار Thank you.
قوات الاستنقاذ الادبي تنغ الغزو العربي وزيد من اجل خيرات شمال افريقيا بصفه عامه. وهذا يصيبك كشخص وطني يا سيدي ابن الله، يصيبك قوة استعمارية يا سيدي ينهب يا سيدي يشغل الثروات والخيرات من شمال افريقيا تحت غطاء ديني. الا نخرجكم من الظلمات الى النور. من نخرجكم من الظلمات الى النور؟ نخرجكم من الظلمات، نخرجكم زي الناعم نيتو غادي تعيشي الى النور. غا الظلم داعشي غا الافكاري غا سنقرخو الزمارة نغزا مارا الافكار الداعشية ما يعني ما يقول نزنوزنت سنتي مغارين زنوزنت سنتي مغارين زنوزنت يعني شا الممارسة نزاري ب 2016 نحري وذين اسنتغاز من الواريف كل الواريف تدقى في الاغدي وين تدقى في يعزون هذين نغزاعن وللأسف الشديد ممكن سوى التسني ونسي قليل ويجمع نتخلص إن من أشد أنواع الاستلابات ما حندز يستخلص وهو الاستلاب الديني باش يقاج المفكر علاش يصعب تخليص الناس من اغلال يبجلونها. كما راه تقدس ديج الحاج دواريت مقدسه اليقين يقصح باش يعني نتحرر يقصح باش تخلص الاستلاب النووي. على اي فهمت النير المخزن بصفته اجنبي في المغرب يوزي الجزيره العربيه انت واش شي قضيه ومشروع الحسن الثاني تو يقاش ودي السبت 35 او 36 للرسول من جهات علي وفاطمه الزهراء. يعني العرقيه السلطه بعد المخزن قد ذات الدفاع نظام عروبي عرقي بامتياز يرفع نسبه وغايش انت الدار انشي ما لا تغتهم انا نقص العرقيه لان الخطاب الامازيغي يبناخ الذات ويبناخ الهويه الامازيغيه فان اثنين يبناه الشرعيه السلطه غايش انت الدار علي وفاطمه السماح المسجد. إذا ما مشي نخبيت انت صغى معركة أنوار قبر ما بين اليوم والأمس قبر إني نظام قبر يحكم واحد السادس وذي النبوة ورلاخ المقاومة المسلحة ولاخ أنوار ولا كذا إلا بصفة عارضية ذي الكتب المدرسية دروس منهم مع العلم أنه أنوار يجن معركة تجن الصدى عالمي من خلال يعني من الأحداث إذا سيوقع ثمان ربع عظم الكتابات نغرب على المصادر التاريخية قارش 18000 قتيل 600 يوذان يخوض المعركة 600 يريفية من غير 18000 قتيل بعض المصادر التاريخية 18000 قتيل يصفوا في العدو يمد الجنرال سيلفستري جنرال ونيتا الأسر من الجنرال عاود نافارو والآلاف من البنادق المدافع كذا ذوينات يعني يجن المعركة خويا يجن المعركة وزن ما تنصور المانا وين قايدي ألف ليلة وليلة وهذا المانا وين الخرافات كذا يحشوما قاع وزت كذا ذيجن الإشارة يعني هذا المرحلة هي عدود. أما أواني منوية فترة محمد السادس. محمد السادس يوزج العقلية النغني. إن الحسن الثاني وإن كان استبدادي ديكتاتوري كذا في مصرين ولكن توغاث أنت غاسج الذهنية مستبد النين المجتمع الذكوري كذا وينت ولا وهذا مشو مقطع. وهذا مشو يا سيدي شاس دبلوماسية. يا سيدي شاس السياسة الدبلوماسية. يعني ما مشي تعاملك الخطاب الامازيغي تعاملك الاحتواء تجي وتجيبو سوق ابويا الطاس وانما سلويونا ذكر يعني زيد 99 تبدا تخليط معركه انوار تخليط هذا نزار خويا بدا في 99 منذ بيا الساميه قدماء محاربين تو سقاتهم درنا سيسم قدماء المقاومين تبدا 99 تخليط انوار وتجيبو حبا في التاريخ وتجيبو وفاء لمطلوب الحركه الامازيغيه في اعاده كتابه التاريخ باقلام علميه وموضوعيه وانما مشني بخلفيات جينية بخلفيه احتوائيه لاجل احتواء خطاب يعني الحركه الامازيغيه الذي تنبعث يعني تنبع معقوليته من الوجود الامازيغي العريق بهذه الارض يعني عراقه الاحجار نفسها وعراقه الجبال والتضاريس الموجوده بها. اذا ما مشني غير يتمثل من السوار تخليدنا انوال يتسد العيب خاي الحركة الأمازيغية خسلاب ولا تخلت أنوال ما يمي أستسمح يا مانس ما يمي لأن يعني باعتبار الحركة الأمازيغية ما مش القاضي الأدبية نسكة استمرارية موضوعية لجيش التحرير والمقاومة المسلحة فمعركة أنوال وجبوا حدث تاريخي أخص نتمرو الكرام وإنما وفاء المطلوب تكسر الحركة الأمازيغية
بمطالبتها بإعادة كتابة تاريخ المغرب بأقلام علمية وموضوعية ووطنية، فإذا يجب أن نصحح مجموعة من المفاهيم. السلطة يدي تصنهارة هذا غدا تخلد، السلطة يدي شنو وعود زائفة 600 كذا. يوسف باباس محمد الخامس نومي توجه المقاومة المسلحة على أشدها، يرى غي وصفاني ويروح غا باريس صدومي فاسن يقارس نخلصونا من هذا الثائر. نومي تسلم مولاي محمد 27 مايو على ما أعتقد 1926 إسكاس برقية التهنئة في فرنسا وميثاب حي المقاومة المسلحة ذي الريف، يروح يسوى الأنخاب يقل استعمار ونطوية الاستعمار ما يميل أنها بحن مقاومة غيجان ذي الريف، مقاومة مدائية، مقاومة يعني تقاوم من أجل الأرض ولا من أجل شيء آخر. إذا مش نغمان هي على سبيل الختم فقط، من هي ما يمي تعامل في المنطقة المقصن دي المغرب لأنه أجنبي تنهم يدوسس الجزيرة العربية يوصل من أجل هذه استعمار من أجل الخيلات يعني شمال إفريقيا عموما، يعني جميع مناطق شمال إفريقيا وديوسيشان هذه التنمية وديوسيشان لكي يخرجنا من الظلمات إلى النور ممشينا، وإنما ليخرجنا من النعيم إلى الجهل، يعني الجهل الفكري المطبق من ويقصديني ويوزي يثمثنا مرة أخرى أيوز تحيخن بحرارة تحيخن بحرارة يعني الشعلة النضالية يا اتقاد النار النضالي ذيسن وذوذ بن أذماري في عموما ينسن الشين ذي نذي وذني ريفيين ذي نغين جنرال سيلفستري ذي نغين 118 ألف واحد مولاي محمد ارتاح ارتاح أيوة. سنواصل الكفاح مولاي محمد ارتاح ارتاح سنواصل الكفاح.